إذا تأخرت عليك الإجابة، إجابة الدعاء، فعليك بهذه الطريقة التي بإذن الله تعالى سيعطيك الله الإجابة عاجلا بإذن الله تعالى. في سكون الليل والناس كلها نايمة، ادخلي على الغرفة التي خصصتيها لأجل قيام الليل، لأجل استقبال الله في قيام الليل، لأجل أن تخلي مع الله سبحانه وتعالى في قيام الليل، لتناجينه وترجينه خوفا وطمعا منه سبحانه وتعالى. عطري مصلاك حبيبتي بأجمل عطر عندك، عطري مصحفك، استقبلي الله عز وجل وكلك يقين بأن الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع وهو القريب وهو المجيب وهو الودود سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد. هيا بنا نقوم الليل ونكون بإذن الله كلنا من أشراف الأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. كيفكم حبيباتي؟ طمنوني عنكم يا رب، دائما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة وأمان ورضا ورضوان من الله عز وجل. ويا رب اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويا رب اجعلنا من عبادك الصالحين الذين تتولاهم سبحانك وأنت تتولى الصالحين. ويا رب أعطي كل من طلب مننا الدعاء في هذه القناة وكل من يسمعنا الآن وكل من يؤمن على دعائنا، يا رب أعطه سؤله وأكثر مما يرجوه منك يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، عاجلا غير آجل، واجعل لهم دعوة لا ترد كفلق الصبح يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي، وقبل ما أبدأ حاب أذكركم أنه هذه الليلة ليلة الجمعة وغدا يوم الجمعة، فنكثر من الصلاة والسلام على رسولنا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، فإن صلاتنا تعرض عليه حبيبي يا رسول الله. ولا ننسى الأخوات اللي بيطلبوا منا الدعاء في التعليقات، ندعو لهم أخواتي، ملك يوكل لك يقول لك آمين ولك بالمثل، دعوة المؤمن لأخيه المؤمن في ظهر الغيب مستجابة، وانت قاعدة ملائكة عم تأمن على دعائك. كل دعوة تديها لأختك المسلمة انه الله يشفيها، انه الله يعافيها، انه الله يرزقها، انه الله يجبرها، انه الله يزوجها، انه الله يرفع البلاء عنها، كلها أخواتي كأنك انت عم تدعي الله عز وجل لنفسك انت. يعني تخيلي انت كأنك الملائكة عم تقول لك الله يشفيكي انت، الله يبعد عنك السوء انت، الله يجبرك انت، وانت معها. يا الله، الحمد لله، الحمد لله، حمدا طيبا مباركا متقبلا كما يحب ربنا ويرضاه. إذن أخواتي، ندعو لبعض بإذن الله دعوتك مضمونة الإجابة بإذن الله تعالى. تعالوا أخواتي الحبيبات، في آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية لو تأملتيها لفتح الله عليك بالإجابة بإذنه سبحانه وتعالى، لو قرأتيها بإيمان ويقين بالله لفتح الله عليك خزائن رحمته من حيث لا تحتسبين بإذن الله تعالى. كيف؟ يعني مجرد ما أقرأها أنا خلاص تحقق لي الإجابة. تدبر الآيات أخواتي العمل بها، وتتدبريها للآية أعمل بها وأعمل بما فيها. طيب،
كيف يتحقق اسم الله القريب في دعائي حتى يحقق لي سبحانه وتعالى الإجابة بإذن الله قريبا وعاجلا تتحقق الإجابة. تكلمنا عن اليقين، وتكلمنا أن اليقين أساس استجابة الدعاء. وما هو اليقين؟ اليقين أن تدعي الله عز وجل بشيء كل الأسباب انقطعت أمامك، وأنت موقنة أن الله قادر على أن يحقق لك الإجابة. تمام؟ هذا اليقين الأساس بالدعاء. وتكلمنا عن ألفاظ الدعاء المجاب، اسم الله الأعظم، في حلقة الدعاء باسم الله الأعظم. حلقة اسم الله الأعظم تكلمنا عن هذا الدعاء العظيم الذي إذا دعوت الله به استجاب لك بإذنه سبحانه وتعالى. في آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. اسم الله القريب، تخيل الله قريب منك، وأن الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من حبل الوريد. تخيلي وأنت تدعين الله عز وجل أن الله قريب منك، أنه يسمع دعائك ويرى ألمك ودمعتك وحاجتك لهذا الأمر، أن الله يسمعك، يسمعك سميع عليم بصير قريب 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 سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل الله عز وجل فقل لهم إني قريب، قال سبحانه وتعالى فإني قريب. كأن رب سبحانه وتعالى في هذه الآية يخبر عباده أنه قريب منهم، ما في داعي يكون في واسطة بينهم وبين الله عز وجل. أنت قريبة من الله وأنت تدعين الله عز وجل، إذن أقرب ما يقربك إلى الله هو الدعاء. بالدعاء، بالدعاء يتحقق قرب الله منك. يا الله، يعني الله معي، الله قريب مني، الله شايفني شو عم بعمل. أيوة، كل ما تدعين الله عز وجل يكون الله قريب منك. يعني ممكن يومي كله ربي يكون قريب مني؟ أيوة، بالدعاء. في كل لحظة في يومك يكون الله معك وتتقربين إليه بالدعاء. يعني بدك القرب من الله سبحانه وتعالى، ادعي الله عز وجل. يعني كل مرة أنا بدي أرفع إيدي أقعد على السجادة وأتجه حتى ربي يكون معي؟ لا حبيبتي، الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال من الأحوال، عند استيقاظك من النوم تدعين دعاء الاستيقاظ، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، يكون الله قريب منك. يا الله، وإذا كان الله قريبا منك، وإذا كان الله معك فمن عليك؟ أنت وتكون الله معك، أي حزن حتشعري فيه، أي ألم حيصيبك، والله الطمأنينة في قربك من الله سبحانه وتعالى، والله السعادة في قربك من الله سبحانه وتعالى، والله الراحة الأبدية في معية الله عز وجل لك. تخيلي الله معك، كل ما تدعين الله الله معك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة والعبادة هي الدعاء. يا الله، صدق رسولنا الكريم. استيقظ من نومي
أقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. حتى ربي سبحانه وتعالى يكون معي بكل أمر، بخروجي من المنزل بسم الله، دعاء الخروج من المنزل بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الدعاء تكوني في معية الله ولا يقربك شيطان. يا الله، إذن إذا تمسكنا بالدعاء في كل حال من الأحوال في حياتنا لن يصيبنا أذى، لأن الله سبحانه وتعالى معنا. علاج للاكتئاب، للحزن، للوسواس، لكل أمر ممكن يمر عليك، لكل عسير، هي معية الله سبحانه وتعالى لك في الدعاء. إذن نرجع مرة تانية لتحقيق الإجابة المستحيلة عليك اللي أنت حسيت الآن الإجابة هذه كل أسبابها مقطوعة، أسبابها كلها مقطوعة، إلا من باب الله سبحانه وتعالى رب الأسباب. فأنت رافع إيدك لله عز وجل بعد ما صليت ركعتين لله سبحانه وتعالى، قرأت فيها ما تيسر من القرآن في جوف الليل، في وقت السحر، في أي وقت من الأوقات. ويا حبذا وقت السحر، وقت النزول الإلهي، جلست بين يدي الله بعد صلاة هذه الركعتين، جلست بين يدي الله عز وجل، تتخيلين أن الله سبحانه وتعالى قريب منك، قريب، سميع، عليم بألمك، بصير بوجعك، يسمعك، يسمعك أختي الحبيبة، يسمعك ويرى ألمك، ثم توقن أن الإجابة حصلت. أيوة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد، رب سبحانه وتعالى ما طلب منا أن ندعوه دون أن يحقق لنا. ليش ربي سبحانه وتعالى طلب منا أن ندعوه حتى يجيبنا؟ يعني ربي سبحانه وتعالى هو عم يقولنا ادعوا، ادعوا، ادعوني أستجب لكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم. وآتاكم من كل ما سألتموه، الله عطانا من كل ما سألنا. هتشوفي هذا الأمر إذا كنت موقنة بالإجابة. آخر طريقة، أكثري من الصلاة والسلام على رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في دعائك كثيرا أختي الحبيبة. لا تقولي حصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بس مرة واحدة وأختم بالصلاة على الرسول، لا، ابدأي بالصلاة على الرسول بدعائك، أبدأي بالثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أوسط الدعاء صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الدعاء صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثري، فلا يزال الدعاء معلق حتى يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا يكفى همك ويغفر ذنبك بإذن الله تعالى. أكثري من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم طول يومك، الهجي، الهجي بكثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة على هذا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه يحقق لك الإجابة المستحيلة بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى ستحقق لك ما كنت ترجينه من الله، ما تتمنينه من الله، ما تتمني إجابته سريعا بإذن الله بكثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا الفيديو أختي الحبيبة وصلنا إلى تكامل الدعاء المجاب، يقينك بالله، شعورك بالقرب من الله سبحانه وتعالى، وكثرة دعائك وكثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا تتحقق الإجابة المستحيلة بإذن الله تعالى. ويا رب اجعلنا من الذين
يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ودمتم أخواتي في رعاية الله وحفظه، لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع من تحبون. عسى الله أن يجعل لكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، ويعطيكم حتى يرضيكم، ويجبركم جبرا تعجب له أهل السماوات والأرض يا رب العالمين. أحبكم في الله أخواتي، وأتمنى لكم الخير دائما. لا تنسوني من دعائكم، وأنتم دائما في دعائي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.